تبدأ حملات غوص الردة بتجهيز سفن الغوص، ويشمل ذلك تركيب الحبال وإعداد الأشرعة القديم منها والجديد، وتثبيت الدقالة أو الصواري في أماكنها، وهو ما يعرف بأسقوبة الدقل. كما يشمل التجهيز كذلك إعداد الزيابل، وهي الحجارة التي يستخدمها الغواصون في النزول إلى قاع البحر. هذا إلى جانب تجهيز الجراجير وغير ذلك من التجهيزات المماثلة. حتى العم أبو صالح الذي تقدمت به السن وأصبح نائبا للنوخذة يعمل بتجهيز حجارة الغوص. ولا يخلو الأمر كذلك من قيام الجلاليف أي النجارين بما تحتاج إليه السفن من صيانة أو إصلاح، وربط الخشبات العرضية التي تحمل أشرعة السفن، وهو ما يعرف بالفرمل، وتثبيت البكرات التي يعتمد عليها البحارة في خطف الأشرعة، وهو ما يعرف بجفية البسة. وهكذا يتحول مركز تجهيز سفن الغوص إلى خلية من النشاط، يقوم كل من البحارة فيها بالعمل المنوط به. ترفع أشرعة السفن في العادة على الشاطئ للتفيح بظلالها أثناء العمل أو بقصد ترتيبها وقياسها. وبعد الانتهاء من تثبيت الصواري والفراغ من التجهيزات، يتم إنزال السفن إلى ماء النقعة، ويعرف ذلك بقطاط السفن. يتعاون البحارة جميعا في هذا العمل، وهو التعاون الذي يجسد روح الأسرة الواحدة منذ نشأة هذا البلد، وينسحب على كل مجالات الحياة فيها. بعد التأكد من صلاحية السفن واستعدادها الكامل للإبحار، تنقل إليها المؤونة التي تعرف بالماشلة في انتظار صبيحة اليوم التالي، الذي يكون موعدا لتحرك جميع السفن في طريقها إلى مغاصات العدن. في الطريق إلى المغاصات، تتاح للبحارة والنواخذة فرصة التعرف على من هو أكثرهم خبرة ومعرفة بأماكن الغوص أي الهيارات، فيتبعونه إلى أن يستقر بهم المقام في مكان مناسب للغوص، وعندها يجري إنزال الأنير أو السن أي المرساة،
ثم تبدأ عملية الطرحة، وهي إنزال الأشرعة استعدادا للغوص. وغوص الردة لا يختلف في طبيعته والأساليب المتبعة فيه عن غوص العدان الأساسي وهو الحياري إذا كان ماء البحر دافئا، حيث يضع الغواص الإفطام لإغلاق أنفه، ويحمل الديين في عنقه، ويستخدم الزيبل في النزول إلى قاع البحر حيث يجمع المحار ويصعد إلى السفينة بين حين وآخر لإفراغ الديين مما حباه الله من محار. ويختلف غوص الردة عن غوص العدان في أن غوص العدان يستمر في العادة ما بين 3 أشهر و4، في حين أن غوص الردة عبارة عن عودة بعض السفن الصغيرة ثانية إلى المغاصات القريبة لمدة لا تزيد عن 2 أسبوع لالتقاط ما قد يتوافر فيها من محار، وذلك قبل حلول فصل الشتاء وهبوب العواصف واشتداد برودة الماء. يحدث أحيانا في الصباح أن يكون الهواء ساكنا، فتضطر السفن إلى استخدام المجاديف للوصول إلى أماكن الغوص، وهو أمر يزيد في عناء العمل الشاق الذي يمارسه بحارة الغوص. وفي العادة يتعاون 2 من البحارة للقيام بالتجديف فيما يتسلم النوخذة السكان لتوجيه السفينة. Oh,
عند وصول سفينة المقدمة إلى الهير أي المغاص، تتوالى السفن الأخرى في الاقتراب منها استعدادا للطرحة، وهي إنزال الأنير أو السن أي المرساة، في حين نجد أن بعض السفن تسرح أشرعتها أي تفك حبال أشرعتها جزئيا بحيث تكون جاهزة للحركة. عندما يكون ماء البحر باردا فإن الغواصين يستعيدون عن غوص الحياري بما يعرف عادة بغوص الرواسي، وهو أسهل بكثير من سابقه، ويمنح الغواص مزيدا من القدرة على الحركة، ولا يقيد وجوده تحت الماء البارد بزمن معين. وفي هذا النوع من الغوص ينزل جميع البحارة إلى الماء حول سفنهم التي تظل فارغة، وقد يعمد بعض البحارة إلى رفع الأنير أو السن أي المرساة حتى تتمكن السفينة من التحرك مع التيار في نفس الاتجاه الذي يتحرك فيه بحارتها. وفي قاع البحر أنواع مختلفة من الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي يزخر بها الخليج، كما تكثر فيه الشعب والعروق الصخرية التي تشكل في العادة مصادر أساسية للمحار. والاقتلاع المحار أسلوب خاص يمارسه الغواص، يعتمد على المهارة الفنية والحركية، بحيث لا يؤذي يديه، لا سيما وأن المحار غالبا ما يكون حادا في بعض جوانبه كالسكين. في غوص الرواسي يستخدم الغواص الديين الذي يحمله في عنقه، أو الشمتة التي يشدها إلى وسطه. وكثيرا ما يقترب الغواصون من بعضهم بعضا، حيث يتبادلون أحاديث البحر وخواطر الأهل والوطن، مما يجدون معه ترويحا للنفس من عناء الغوص، وتشجيعا لها على المثابرة. من الطيور الصديقة للغواص طائر اللوحة، وهو بدوره غواص ماهر يلتقط رزقه وغذاءه من قلب الماء الذي يغوص فيه أحيانا إلى نحو 4 قامات ليظفر برزقه. وكأنه يؤكد لزميلنا أبو محارب أن الصراع من أجل البقاء لا يقتصر على الإنسان وحده، بل يتعداه إلى المخلوقات كافة.